ممكن انا مع اوضه مع الحوايج المزيانه وضد الحوايج الخايبه سكيت غير نورمال لا بروميير كيسيون بالنسبه لي جون يلا كيبداو انا ثلاثة تنحس براسي مازال تنشكر لان ما عمر شي واحد غادي يقدر يقول صافي انا وصلت ما عمر شي واحد انت وصلت ما حدو زايد ما حدو تيزيد في لاكارير ما حدو كيتعلم حوايج جداد ما حدو نقدروا نقولوا كيسقل المهمه ديالو ما حدو كيحاول يقدر يكون في بيرفيكسيون و دونك انا بالنسبه للناس اللي تيشوفوا تلفون تنقول لهم يكملوا ما يحبسوش واخا يبقاو عارف لانهم راه ماشي كلشي يقدروا يوصلوا راه هكا دونك خصهم يتحداو لي باريير وان شاء الله يكونوا اللغه الرسميه في المغرب كنت كنفكر نغني بالامازيغيه ولكن مازال ما لقيت الفرصه وصافي ان شاء الله خصني نتلاقى بشي واحد اللي كيكتب بالامازيغيه وانا الامازيغيه تتعجبني واخا ما تفهمهاش سي دوماج اللي ما تفهمهاش ولكن دوك اللهجات ديال اللغه الامازيغيه شلحه وبحال اللغه ديال الناظور عندكم لغه زعما اللهجه ديالكم زوينه سي دوماج اللي ما تفهمهاش ولكن هذا الشيء ما تيعنيش انني نغني بلغه اللي ما تفهمهاش لان الموسيقى لغه عالميه دونك نقدروا نغنيو باي لغه الامازيغيه نعم فكرت ولكن خصني نلقى شي خصني نلقى زعما شي صوت اللي كيعجب مزيان الامازيغيه وداك الشيء كله ولكن فكرت في هذا القضيه اولا الانطباع ديالك وانت في الناظور في اول يعني مشاركه في مهرجان يعني رسمي في نعم الانطباع ديالك شنو الاحساس ديالك وانت مع الريافه وسط الناظور وفي مهرجان كبير بحال هذا هذا شرف كبير كما قلت قبيله شرف كبير لي انني كنشارك في مهرجان ديال الناظور وشفتو في الافتتاح ديالو وشرف كبير انني غادي نتلاقى ان شاء الله مع الجمهور ديال الناظور وتنتمنى كل شيء يدوز على خير شويه مشاهد بشي جيلة رسمية وهم والله شويه واحد فرنسا
الراي هنايا على الراي بصح بطريقة تعبيرية وندير بشوية 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 وكلنا ما زلنا جايين في الطريق إن شاء الله. ما كانش حدود بين الجزائر والمغرب ولا مصر والجزائر ولا حدود الإنسان هو اللي دار هذه الحدود وهي إيران بلاد وحدة كما قال العربي الكريم يعني بلاد وحدة وأنا مشيت بزاف أنا ما نستعرفش بسن الحدود أنا نستعرف بالرجال أنا نستعرف بالحدود نستعرف بالهيومانيتي نستعرف بالإنسانية اللي في لغة رحمة واللي في ونعاود هذا اللي نقول للشعب الجزائري والشعب المغربي اللي أنا هو شعب واحد كيف اسمها وادي من كل الجزائر ولا المغرب ولا ليبيا مثلا خاص واحد دار خاص تتجوج. السلام عليكم الشاب بلال معاود شي السلام عليكم الشاب بلال مرحبا بك في منطقة الريف وبالخصوص في مدينة الناظور. السؤال لا نقول المداخلة ديالي عندي سؤال كما كنعرفوا يعني الأحداث الأخيرة اللي شدتها الدول العربية اللي بين ليبيا وكذلك تونس ومصر ثورات اللي جعلوهم يسقطوا النظام وكما كنعرفوا أن في هذه الأيام القليلة يعني الأيام القديمة إن شاء الله غادي يعني الجزائر كاين الشعب الجزائري دايرين نداء في الفيسبوك على اساس انهم غيخرجوا في الجزائر يعني في وهران باش يعبروا يعني على الموقف ديالهم في الجزائر. انت شنو كتقول على هذه الحركه اللي غاتخرج؟ هذا السؤال زعما يعني كاين خرجه في الجزائر يعني كاين شباب داروا نداء في الفيسبوك على اساس انهم غيخرجوا في وهران باش يعبروا على الموقف ديالهم من يعني ما نقولش من النظام ولكن من الناس اللي كيسيروا الجزائر. وانت شنو كتقول في هذا الشيء؟ اش غادي نقول لك الجزائر غادي يخرجوا ولا الناس خرجت في عبارات ولا الناس في كاع الجزائر انا بالخصوص الجزائر في كاع الدول خرجوا الناس في الجزائر. اش غادي نقول لك على حنا الجزائر مبخرين حنا كاين الناس وانا ان شاء الله هذا خروج على الناس ان شاء الله في تونس وفي ليبيا وفي مصر ان شاء الله يكون ايجابي نتمناه ان شاء الله يكون ايجابي وان شاء الله يكون زعما حاجه مليحه للشعوب ان شاء الله بحول الله. باسكو انا اللي عارف اللي الديمقراطيه ماشي بالعلبه بغضوا ديال الديمقراطيه. الديمقراطيه هذو لوروب هذو شي كولتور هذو صافي صافي دي سيتر عايشين فيها كبير كيما راه هما كبير الديمقراطيه ماشي غادي